السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه: تحت باب يمين الحالف على نية المستحلف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد. ويحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري، وعمر هو عمرو بن بكير الناقد. قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح. وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. قال عمرو: يصدقك به صاحبك. انت مثلا تحلف لشخص، لا تقل انا انوي كذا وكذا في نفسك وتضمر نية اخرى غير التي يفهمها، فيمينك على نية المستحلف. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. المعنى متقارب، لكن هنا اختلاف على هشيم بن بشير، فمرة رواه عن عبد الله بن أبي صالح، ومرة عن عباد بن أبي صالح عن أبيه. مرة رواه عن عباد بن أبي صالح، ومرة رواه عن عبد الله بن أبي صالح. فليحرر هذا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد، ولكن يحيى بن بكير وعمر الناقد عن هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، فليحرر القول في ذلك، ولتنظر ترجمة عبد الله بن أبي صالح وكذلك ترجمة أخيه عباد بن أبي صالح. هذا والمعنى معروف وواضح، والمعنى مقبول والحمد لله. لك تحلف لشخص فيمينك على ما يصدقك صاحبك. قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى، يعني استعمل التورية، فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، هذا. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.